أهلا بكل حضراتكم في تغطية إخبارية جديدة للحديث عن وسائل وزارة التموين لتوفير السلع التموينية من زيت وسكر، وذلك للسيطرة على ارتفاع الأسعار بالأسواق، وأيضا دور رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد في أحكام الرقابة وإحكامها على الأسعار. ولمزيد من التفاصيل إحنا معانا الزميل مدحت وهبة مدير تحرير يوم السابع، برحب بيك تماما. الخير يا منى عليك وعلى كل في البداية عايزين نعرف، هل هتشهد فعلا الأسواق الفترة المقبلة انخفاض في سعر السكر؟ خلينا اقول لك الحقيقه ان وزاره التخزين والتجاره الداخليه اتخذت العديد من المحاور لضبط الاسواق ومواجهه غلاء الاسعار في الاسواق الاخرى، من اهمها هو زياده طرح منتجات السلع الغذائيه في بنات المجمعات الاستهلاكيه. وانت عارفه ان احنا عندنا 1000 مجمع استهلاكي تابعين لشركات وزاره التموين، ودول منتشرين الحقيقه على مستوى كافه محافظات الجمهوريه، خاصه يعني السلع الاساسيه بيتم ضخها زي الرز والزيت وكمان السكر. فيما يتعلق الحقيقه في يعني ازمه السكر اللي شهدتها بعض الاسواق، هذه الازمه ليست متعلقه بنقص في المخزون الاستراتيجي، لان الحقيقه احنا عندنا مخزون يكفي حتى ابريل 2024، وبالتالي لا يوجد مشكله او ازمه السكر بقدر ما كانت بعض يعني التدرجات الخاصه اسعار مختلفه لدى بعض التجار والشركات. وبناء عليه وزاره التموين اتخذت يعني آلية لضبط هذا الأمر لزيادة ضغط كميات السكر، وبدأت يزيد من كميات السكر المطروحة في المنازل بمعدل من 2000 إلى 3000 سكر يوميا، إضافة إلى طرح هذه السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار. السكر بيتم طرحه ب 27 جنيه، الأسعار بيتم طرحه ب 40 جنيه، أيضا بجانب كل هذه المحاور بيتم طرح سلع أساسية على صناعات التموين بسعر مدعم، يعني لكن يعني السكر بيتم طرحه على بطاقات التموين بسعر 12 جنيه و60 قرش، وأيضا السكر الأرز ب 12 جنيه و60 قرش. كل هذه المحاور يعني بتدفعها الوزارة لضبط الأسواق، وعايز أسألك لكي بشرى سارة على يعني خلال الأيام المقبلة سيصل حوالي 100,000 طن سكر من الخارج استوردتها الهيئه العامه للسلع التموينيه التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه، وسيتم ايضا ضخها في منافذ المجمعات الاستهلاكيه ضمن مبادره تخفيض الاسعار بسعر 27 جنيه للكيلو. اما فيما يتعلق بباقي السلع الغذائيه، احنا عندنا الحقيقه مخزون استراتيجي من جميع السلع، سواء زيت الطعام اللي هو يكفي حتى يعني 6 أشهر مقبلة، الأرز أيضا بيكفي أكثر من 4 أشهر، بجانب التعاقدات اللي هي يعني بتعملها وزارة التموين باستمرار لتأمين المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية. طيب قولي يا أستاذ مدحت، إزاي الوزارة هتواجه هذا التضارب الكبير اللي الحقيقة اللي بنشوفه في الأسعار؟ أولا الوزارة اتخذت يعني أكثر من محور إن هو زياده معدلات ضخ السلع في منازل في منازل جامعات، وبالتالي هتحد من غلاء الاسعار في الاطوال الاخرى، نقدر التجار يعني خاطر الاسعار، لان الحقيقه ما هو خطر السلع بشكل كبير في الاسواق والمنازل، فبالتالي بيكون في يعني اسعار السلع بتكون اسعار عادله. اما في حاله عدم توفر السلع فبالتالي يلجا البعض الى استغلال ذلك لرفع السلع. المحور الثاني هو اليات الرقابه بالتوازي مع توفير السلع بكميات كبيره، ايضا اليات الرقابه ممثله في جهاز حمايه المستهلك بالتعاون مع الاداره العامه لمباحث التموين، وايضا قطاع التجاره في التجاره الداخليه. هذه الاجهزه الرقابيه هي منوطه في مراقبه الاسواق والتاكد بالتزام التجار في تنفيذ مبادره تخفيض اسعار السلع الاساسيه اللي اطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبيتم تنفيذها ما بين الحكومه وما بين الاتحاد العام للغرف التجاريه والاتحاد الصناعات المصريه بهدف توفير السلع بكميات كبيره وطبعها للمواطنين باسعار مخفضه. ويمكن على مدار الاسابيع الماضيه استشهدنا الحقيقه اسعار السلع الغذائيه متوفره في كافه المنافذ، وبدات وزاره التموين اعتبارا حتى من الايام الماضيه زياده معدلات الضخ اكثر من 20 و30% زياده عن المعتاد في احتجاج المواطنين الى السلع. ايضا بجانب السلع الغذائيه الحقيقه بتطرح وزاره التموين والتجاره الداخليه منتجات
احتياجات اللحوم والدواجن باسعار مخفضه، يتم طرح اللحوم الضفدع السودانيه بسعر 220 جنيه للكيلو، وايضا اللحوم المجمده المستورده بسعر 160 جنيه، وبالتالي هي اسعار اقل من الاسواق الاخرى الحقيقه بكثير الحقيقه من 20 إلى 25%. صحيح. طيب كمان عاوزين نعرف ابرز الملفات اللي بتشغل بال قطاع كبير من المواطنين وبتنتظر تحرك فوري كمان من رئيس الجهاز الجديد. ابرز الملفات هو اعاده ضبط الاسواق مره اخرى وتوفير السلع في اسعارها العادله وعدم تفاوت الكبير ما بين نفس السلعه من منطقه لاخرى. هو دي ابرز الحقيقه ما يشغل بال المواطن، وبدا رئيس القائم باعمال رئيس جهاز حمايه المستهلك اسلام مهامه اليوم عقب طبعا قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليفه بقائم باعمال رئيس جهاز حمايه المستهلك، وبدا الحقيقه اجتماعات مع الاطراف المختلفه في جهاز حمايه المستهلك والتاكيد على يعني تكييل دور الجهاز في المرحله المقبله، وايضا يعني وجود آلية منضبطه لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها والتجاوب معها عقب تلقي الجهاز هذه الشكاوى. ايضا كمان تم التاكيد على التنسيق مع الجهات المعنيه والشركات التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه من اجل توفير منتجات السلع الغذائيه ومد اي منطقه تحتاج الى سلع غذائيه بحيث تكون متوفره يعني على نطاق كافه محافظات الجمهوريه. وده الحقيقه ده اطار توجهات القياده السياسيه، عندنا سلع متوفره في جميع المحافظات، وايضا تامين مخزون استراتيجي من هذه السلع تكفي احتياجات المواطنين في المتوسط لمده لا تقل عن 6 أشهر. طيب عايز اعرف من حضرتك كمان، هل في تكليفات محدده لرئيس الجهاز الجديد للعمل عليها الفتره المقبله وبشكل فوري؟ دائما هي بتبقى اهم التكليفات هو اعاده الانضباط في الاسواق، ودايما آلية للتعامل مع شكاوى المواطنين وسرعة التجاوب مع يعني التصدي لأي مخالفات يحاول البعض انتهاكها سواء فيما يتعلق بحبس السلعة أو احتكارها بهدف رفع الأسعار. كل هذه المحاور بتبقى من أبرز المهام اللي تبقى أمام رئيس جهاز حماية المستهلك. صحيح. الزميل مدحت وهب، أنا بشكرك فندم شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى معلومات حضرتك القيمة. أيضا كمان الشكر موصول لحضراتكم، بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، كنت معكم أنا منى يحيى.